إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فلا هادي له، انتبه، فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم القيامة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من علامات الإيمان بغض البدع، من علامات الإيمان إحياء السنن. أيها الإخوة الكرام، جعلنا الله وإياكم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام حتى الممات، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله، وأدخلنا الجنة بلا إله إلا الله. عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أخرجه مسلم. اللهم إني أسألك من فضلك. هكذا هو المؤمن أيها الإخوة، يعيش بين رحمة الله وبين فضل الله، وبين الرحمة والفضل يسجد لله. هذه حياة المؤمن. يقول ابن كثير: الرحمة رقة تقتضي الإحسان للمرحوم. الإنسان أيها الإخوة لا يتميز إلا بقلبه وروحه. أفضل شيء في الإنسان روحه الطيبة وقلبه الطاهر. إذا فقد هذين الأمرين سقط، لا قيمة له ولا وزن. الرحمة في قلوب الناس ماتت، الرحمة في قلوب الناس انطفأت، لا تكاد تجد بين قلوب الناس قلبا رحيما. كيف لا ونحن نرى الدماء والأشلاء، والبيوت تهدم على الساكنين، والجوع بالملايين، والفقر المقطع، والأخ يأكل أخاه، ويقطع لسان من يقول الحق. ثم بعد ذلك نبحث عن الرحمة. والله إنك تطوف بآلاف الناس فلا تجد بينهم قلبا رحيما إلا من رحم الله. في الحديث الصحيح: جعل الله الرحمة 100 جزء، أنزل في الأرض جزءا واحدا
فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الفرس يرفع حافره خشية أن يصيب ولده، الرحمة في قلوب البهائم. ونحن اليوم تقطع رؤوس الأطفال، تقطع رؤوس الأطفال. أيها الإخوة الكرام، الناس يرحمون والمخلوقات ترحم، لكن السؤال العظيم: من هو أرحم الراحمين؟ أنت ترحم وهذا يرحم وهذا يرحم، لكن من هو أرحم الراحمين؟ سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. من هو أرحم الراحمين؟ الله، الله رب العالمين، الله رب العالمين. ولهذا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. من هو أرحم الراحمين؟ إنه رب العالمين. الله أكبر. كيف ربطت الآية بأختها، كيف ربطت الآية بأختها؟ رب العالمين هو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمة الله لا نهاية لها، وعلم الله لا نهاية له. أين أنتم أيها الخلق؟ يجب أن نتفكر في هذا أيها الإخوة، وأن نتأمل. لا حدود، لا نهاية لرحمة الله. وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، دعاء الملائكة. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. يقول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى عندما يقرأ هذه الآية: يا من رحمتك وسعت الأشياء كلها فلتسعنا رحمتك. لكن أيها الإخوة، قد علمنا من هو أرحم الراحمين، لكن من هو أرحم الخلق على الإطلاق؟ من هو أرحم المخلوقين على الإطلاق؟ من هو أرحم الخلق بالخلق بعد الله؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي الرحمة، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة. أيها الإخوة، ماتت الرحمة من قلوب الناس. لقد سكب الله في قلبه صلى الله عليه وسلم الرحمة بالخلق، فجعله نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم. انظر إلى قلب رسولك صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعوذ بالله من القلب الغليظ، نعوذ بالله من القلب الجافي، نعوذ بالله من الجفاء، نعوذ بالله من قسوة القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، نعوذ بالله من ذلك. قلب المؤمن أيها الإخوة قلب رحيم أسيف يعطف على الناس. هذه هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، رفعنا لها، تعليمنا لها، تعلمنا لها، نشرها بين الناس، بثها بين الخلق. إنه أعظم ما يرد به على من يقول ربع حرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تكلم القرآن الكريم
عن محمد عليه الصلاة والسلام قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم ليسوا أذلاء يطاطئون الرؤوس، بل فيهم العزة والكرامة. الرحمة لا تعني الذل، لا تعني الهوان، بل هي الرجولة، بل هي الرجولة والشهامة. لكن هم رحماء بينهم رضي الله عنهم، تراهم ركعا سجدا. فهو محمد صلى الله عليه وسلم اشتق اسمه من الحمد، اشتق اسمه من الحمد الذي يقع عليه من الخلق والناس، كل الناس يحمدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو محمود ويبالغ في الحمد من الخلق، يحمدونه يحمدونه. هو محمد حمده الناس، أثنى عليه الناس، صار محمودا لأن الناس يثنون عليه. فإذا كفر ثناء الناس عليه وبالغوا في ذلك صار محمدا، ولا يصير كثير المدح والحمد إلا من ارتضى كل الناس خصاله. الناس لا يثنون على شخص إلا ويكثر هذا الثناء منهم إلا أن يكون فعلا هذا الشخص يستحق أن يحمد وأن يثنى عليه صلى الله عليه وسلم. فكلمة محمد صارت مرشحة بسبب كثرة الثناء عليها أن تكون رسول الله، أن تكون رسول الله. اجتمعت محمد رسول الله، هذه الكلمة قبل أن يأتي بعدها تعريف من هو محمد. القرآن عرف من هو محمد. محمد هو رسول الله. هذه الكلمة جاءت كيف؟ حمد، أثني عليه، محمود، أكثر من الثناء عليه، صار محمد. ولا يمكن أن يجتمع كل الناس على ثناء على رجل واحد لا يكون أهلا لذلك. فاستحق كلمة محمد أن تكون في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمة مع الأنبياء كانت خلقا مغروسا في قلوب الأنبياء. قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هذا في قلوب أتباع الأنبياء كالحواريين مثلا، فما بالك بعيسى عليه السلام. سؤال مهم جدا: هل يحب الله الرحمة أم لا؟ الجواب بديهي جدا، كل الناس يقولون نعم، الله عز وجل يحب الرحمة. ما هو الدليل؟ لأنها سبقت غضبه في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قلت لك قال رسول الله فهي قلادة ذهب تضعها في عنقك، وقيراط ذهب تضعه في قلبك، ونور مبين تعيش به في حياتك. كلام مهم جدا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي، غلبت غضبي. إذا كان الله عز وجل أيها الإخوة الكرام يحب الرحمة وسبقت غضبه سبحانه وتعالى، ما بالنا اليوم لا نحبها بل لا تكاد رجل يتكلم عليها؟ وما بالنا اليوم غضبنا يسبق كل رحمة في قلوبنا، تكاد تنقطع الرحمة في معاملات الناس وفي حياة الناس. الرجل لا يرحم حتى نفسه، لا يرحم حتى ثوبه، لا يرحم حتى فراشه، لا يرحم شيئا حوله.
لأنه يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، لأنه فاقد في ذاته الرحمة فكيف يعطيها للآخرين؟ لو كنت فعلا في قلبك الرحمة لرحمت الجماد والخلق والعبادة والبلاد، ولرحمك الله برحمتك لمن حولك. أيها الإخوة، هذا سؤال ملح عليكم أيها الإخوة، ما رأيكم معاشر المسلمين في من لا يحب الرحمة؟ الجواب هو من ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا، لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. ولهذا أيها الإخوة، الإنسان تكون فيه رحمة عامة تعم كل الخلق من حوله، بارك الله فيكم. فليست رحمة القريب والصديق فقط، ولكن تأمل في حالنا اليوم، تأمل في حالنا اليوم، هل نحن أمة رحماء كما قال القرآن في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو كنت تمشي في الطريق تبحث عن علامة تدلك على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول: أريد أن أعرف أين أتباع محمد، أين أتباع محمد رسول الله، أين هم؟ القرآن قال: علامتهم رحماء بينهم، رحماء بينهم. هل نحن رحماء بيننا؟ إذا بحثت عنا اليوم هل تجد هذه الصفة ظاهرة فينا؟ إنها تكاد تموت أيها الإخوة، إنها تكاد تموت. والسؤال الذي يؤرق القلب: ما هو جزاء من لا يرحم؟ يعني الشرع لم يتكلم عن فضل الرحمة، لم تأتي فقط النصوص في القرآن تتكلم عن أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم ورحمته كذا وكذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الرحمة وكان رحيما بأصحابه صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء الشرع أيضا يوبخ من لا يرحم ويعاقب من لا يرحم. فما بالك بعد هذا؟ ماذا تريد أن تقول بعد هذا؟ المسألة ليست فقط ترغيبا لكن ترهيبا أيضا. إذا مسألة الرحمة محسومة، لا بد أن يحققها الإنسان في حياته، لا بد. والجزاء من جنس العمل. أصحاب القلوب القاسية الذين لا يرحمون شيخا كبيرا، ولا يرحمون مريضا، ولا يرحمون محتاجا، ولا يعطفون على فقير، ولا يبكون لآلام الناس عندما ترى رجلا مريضا مسكينا في حالة يرثى لها، وأنت قليل الحيلة لا تستطيع أن تعينه بشيء، هل دمعت عينك رحمة به؟ هل بكى قلبك حنانا ورحمة وعطفا عليه؟ أيها الإخوة، لقد ماتت هذه الطبيعة وهذا الخلق الحسن الجميل الذي هو من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المسلمين. بل بالعكس، تجد الاستهزاء أحيانا والنكت. ما هو جزاء من لا يرحم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. أيها الخلق، أيها الناس، أيها المؤمنون، عباد الله، الأمر خطير، الأمر خطير. إن الرحمة التي تقدمها أنت هي رحمة ضعيف بضعيف، لكن الرحمة التي تكون جزاء على رحمتك أيها الضعيف هي رحمة القوي الغني سبحانه وتعالى. ف
فما هو الثمن وما هو الجزاء؟ إن الجزاء عظيم. إذا رحمت رحمك الله، وإذا لم ترحم لم يرحمك الله. من لا يرحم لا يرحم. وبالمقابل الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. هذه الكلمة كلنا يحفظها، لكن من يطبقها؟ من يطبقها؟ يجب عندما ترى الإنسان أمامك وتتأمل في شخصيته، إذا كان فعلا حقا رجل قد حقق الإيمان في قلبه، فإنك ترى الرحمة قد غلبت على صفاته وعلى تصرفاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الراحمين عليه صلاة الله وسلامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وهنا سؤال: ما أعظم ما تستجلب به رحمة الله؟ ومعنى السؤال بعبارة أخرى يعني أنا كيف أفعل حتى تدركني رحمة الله، حتى أكون من الذين تتنزل عليهم رحمة الله؟ الجواب: عليك بالرحمة بعباد الله. ارحم عباد الله، ارحم العباد يا رجل. إذا رحمت الناس رحمك الله. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون الراحمون الراحمون. تصور أن هذا الرجل من كثرة ما يرحم أصبح اسمه هكذا، الراحمون، صفة فيه، سبحان الله العظيم. هذه صفة اكتسبها من ماذا؟ من كثرة ما يفعل هذا. يعني رجل غلب على قلبه هذا الأمر. كان عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين، يعني تعرض عليه قضيتين، إلا مباشرة عليه الصلاة والسلام يختار الأيسر منهما مباشرة. ونيسرك لليسرى. كان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على الناس، يحب أن يرفق بالناس عليه الصلاة والسلام. يسير في الحج: أيها الناس عليكم بالسكينة، السكينة، السكينة. عليه الصلاة والسلام هكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام. ارحموا من في الأرض، ارحموا من في الأرض، من في الأرض. وكلمة من في الأرض، من في الأرض يعني من هم الذين في الأرض؟ خلق لا يعلمه إلا الله. والله لو رحمت بهيمة لأحبتك، ولا جاءت بذيلها تلف عليك، ولا عرفتك بريحك وصوتك. البهيمة التي لا تعقل لو رحمتها لوجدتها من أقرب الناس إليك، بهيمة. ونحن نقف أمام بشر تدك البلاد والعباد، يطحن الناس طحنا من أجل متعة زائلة وشهوة فانية، حب سلطان وحب كرس وملك ومجد، بلدان وأموال بالملايين تنهار، دول. اذهب إلى الدول الإسلامية الآن، تونس إلى اليوم لا زالت تعيش الفوضى بسبب ظلم طاغية. ذهب ولم يذهب شره، سبحان الله العظيم، ذهب الطاغية وشره لا زال. وليبيا تعيش في الفتن، مات وجيف ولا زال شره مستمر، مستطر، مستطير بين الناس، يقتل ناس وفتن بسببه وهو في القبر. وسوريا آلام ترونها بأعينكم، أطفال تقطع رؤوسهم، وناس يذبحون بالسكاكين، ونساء مجازر يوميا. يوميا تفتح النشرة في الصباح، لو كان قلبك رحيما وقلب مؤمن ورجل فيه النخوة
وفيه حب الله ورسوله، والله تبكي دما. نحن نسأل عن هذه الأرواح البريئة الطاهرة، ماذا فعلنا؟ ماذا قلنا؟ هل هناك تأثر؟ هل هناك دعاء؟ ماذا قدمنا؟ يوميا المجازر بسبب لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لماذا كل القضية هذه؟ من أجل أن يبقى في ملك، يبقى في ملك يطحن الناس. أكثر من 20 أو 30 ألف من الخلق طحنوا أبرياء ضعفاء، شيء عجيب، كأنك لا تصدق ما ترى بعينيك. وهذا يفعل في دمشق، كانت دمشق عاصمة الخلافة الإسلامية، عاصمة الخلافة الإسلامية، قبور الصحابة إلى اليوم في دمشق، وهكذا يفعل. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وأشكو بثي وحزني إلى الله. كل مؤمن يجب أن يكون في قلبه الحزن، شديد الحزن من هذه المآسي. دول إسلامية، لا زالت مصر التي فتحها عمرو بن العاص، ويعني يقول عمرو بن العاص إن إمارة مصر تعدل الخلافة، لا زالت تعيش الفوضى إلى يومنا الحاضر، لم تستتب الأمور تماما بسبب طاغوت فاسد، يعني لا تستطيع أن تذكر، يعني إذا تذكرت شكله يعني اقشعر جلدك يعني، وتميزت غيظا من كثرة ظلمه وطغيانه وهوانه وذله. ضيع مصر التي هي تعتبر يعني الإسلام. للأسف الشديد، للأسف الشديد، عندما ننظر للواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم تتألم. بلاد إسلامية، بلاد الخليج وما حولها، بلاد البترول والغنى والأموال، أين تذهب هذه الأموال؟ تذهب في نيويورك وسويسرا وشرق وغرب، وعلى الشهوات وعلى فقراء المسلمين. لو كان هذا لو كان هناك شعور إسلامي حقيقي لرحم الغني الفقير، الدول الغنية رحمت الفقيرة، والدول الفقيرة وقفت مع الدول الغنية، ساندتها، وقفت معها عمال وعلماء وتجارة وربح، هناك تكاثف، هناك تعاون. عندما تنظر على المستوى السياسي والمستوى الفردي والمستوى الاجتماعي وكل المستويات، إذا نظرت تجد أن قضية الرحمة قد ماتت في قلوب المسلمين، ماتت في قلوب المسلمين. هل يوصي القرآن بالرحمة؟ نعم، يوصينا بالرحمة. قال الله جل وعلا: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ما معنى وتواصوا بالمرحمة؟ قال العلماء: تواصوا بالمرحمة أي بالرحمة بالناس، بالرحمة بالناس. وهذه الخطبة التي اليوم، خطبة اليوم أيها الإخوة، هي سمعا وطاعة لقول الله جل وعلا: وتواصوا بالمرحمة. يجب أن يوصي المسلمون بعضهم بعضا بالرحمة بالناس، هذا واجب شرعي، لأنه من صفات أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة قال الله فيهم: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين. من هم المرحومون؟ سلسلة المرحومين أيها الإخوة: الوالدين، الأبناء، الأقارب، جارك، المسلمون من حولك، الخلق بصفة عامة. تجد بعض الناس أجلاف ليس في قلوبهم رحمة. لقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وكان عنده صحابي اسمه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وهو من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلا أن الإنسان لا يكمل ولا بد أن يكون فيه نقص، لأنها صفة بشرية في الإنسان. الأقرع بن حابس رضي الله عنه نظر إلى رسول الله عندما قبل الحسن والحسين، فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، إن لي 10 أولاد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك إن نزع الله الرحمة من قلبك. تصور قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بقضية الرحمة، قبلة ربطها بقضية الرحمة. يا جماعة يا جماعة، والله نحن نعاني في هذه الأزمنة بأن الناس سبحان الله العظيم تقف أمام الموظف فيتلذذ بتعذيبك وبالإطالة عليك، ويستمطر، ليس يستمطر الدعاء لكنه يستمطر لعنة الرشوة، لعن الراشي والمرتشي. لا يمكن، يعذبك قبل أن يأخذك إلى طريق اللعنة، الراشي والمرتشي. وقس على هذا أشياء وأشياء. تقف عند الطبيب مريض تتلوى من المرض لا يرحمك طبيب، بالعكس ممكن يزيدك في المرض، لأنه يبزنس بحوال المرضى ويستغل ظروف الناس المرضى. والله شيء تقشعر له الأبدان يا إخواني. يتاجرون بأعضاء البشر ويتاجرون بالنساء، ويعني آفات يضيق منها صدر العبد. أيها الإخوة الكرام، الرحمة من أخلاق أهل الجنة. تصور إذا أردت أن تتعرف على أهل الجنة وهم في الدنيا، فإن من أخلاق أهل الجنة أنهم قوم رحماء، هذه صفتهم. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 3، يعني 3 أصناف. يا أخي، إذا كنت تهوى الجنة، تهوى ثمارها، تهوى نساءها، تهوى شرابها، اسمع: أهل الجنة 3: إمام مقسط، مش الإمام بتاع الميك 27، إمام سوخوي، أسماء لطائرات روسية، هذا ليس إمام، هذا مع فرعون وهامان. إمام مقسط بمعنى رجل حاكم عادل. أصناف أهل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: ومتصدق موفق. رجل إمام حاكم عادل، رجل آخر متصدق موفق، يتصدق ويبحث عن المحتاجين ويبحث عن أخبارهم وأماكنهم، يتقصدهم بالصدقة. ورجل، انتبه لهذا الوصف الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. أيها الإخوة الكرام، جعلنا الله وإياكم من الرحماء، جعلنا الله وإياكم من الرحماء. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ختام وصية هذه الخطبة أيها الإخوة: الرحمة حتى بالعاصي، حتى بالمذنب المسيء، إذا أردت أن تنصحه ارفق به حتى يستمع لنصيحتك. الرحمة حتى بالكافر، عندما تدعوه ادعوه في موعظة حسنة، ادعوه في حكمة، جادله بالتي هي أحسن، إلا أن يبغي عليك أو يظلمك. الرحمة بالوالدين معناها برهما، والرحمة بالمريض عيادته وزيارته والسؤال عنه، والرحمة بالجائع والفقير تقديم العون الفوري، لا التسويف والتعطيل والمماطلة، هذه ذبحة الرحمة قبل أن تقدم الرحمة أصلا. هو يعطيك رحمة، ولكن يعطيك رحمة بعد ماذا؟ بعد أن يعني يراك تتمزق وتتمزق وتتمزق، ثم بعد ذلك يعطيك شيئا يسيرا من الرحمة. ما هذه الرحمة؟ الرحمة تكون في قلوب الرحماء أسرع من البرق.
الرحمة بالجار حسن المجاورة، الرحمة بالزوجة العشرة بالمعروف، الرحمة 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 حتى بالجمادات، حتى بالمخلوقات، حتى بالبهائم. وتتأكد الرحمة في الضعفاء، في الفقير، في المسكين، في اليتيم، في المرأة، في الطفل. هكذا وديننا عظيم أيها الإخوة. لو طبقنا هذه الأمور والله العظيم أقفلنا الباب على من يريد أن يبحث عما يعكر عن الماء، يعني أن يبحث في الماء العكر، أو أنه يبحث عن أمور للطعن في الإسلام أو في نبي الإسلام. بمثل هذه الأمور نسد الأبواب أيها الإخوة ونطبق كلام الله عز وجل. أتحب أن ينين قلبك؟ أتحب أن تقول صاحب قلب رحيم لين؟ استمع، قال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك؟ أتحب أن يلين قلبك؟ قالها عليه الصلاة والسلام وما قلتها أنا، لكن رسول الله قالها عليه الصلاة والسلام. كان عنده تركيز بالموضوع، كان لديه اهتمام في هذه القضية عليه الصلاة والسلام. نحن لماذا لا نهتم؟ أتحب أن يلين قلبك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك. وإذا لان القلب حدث ولا حرج عن الطاعات، حدث ولا حرج عن البركات. اللهم اجعلنا من الرحماء، اللهم اجعلنا من الرحماء الذين أسكنت الرحمة في قلوبهم وجعلتها خلقا من أخلاقهم. اللهم ارحم أمة محمد أجمعين، اللهم ارحم أمة محمد أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Beste broeders en zusters, een van de smeekbeden die een moslim uitspreekt bij het binnentreden van de moskee is: O Allah, open voor mij de deuren van uw genade. En bij het verlaten spreekt de moslim de volgende woorden uit: O Allah, ik vraag u om uw gunsten. En deze smeekbeden laten duidelijk zien dat de persoon leeft tussen de genade en de gunsten van zijn Heer. Uw Heer is de barmhartige en zijn barmhartigheid is onbegrensd en zijn genade is grenzeloos. Maar hoe is het met ons gesteld en hoe barmhartig en vergevensgezind zijn wij ten opzichte van elkaar? Want zegt de Koran, wat zegt de Koran als wij kijken naar de profeet van de islam? Ons voorbeeld, het voorbeeld dat wij allen zouden moeten volgen. In de betekenis van de volgende vers: en wij hebben jou slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden. En jou in deze vers slaat op de profeet sallallahu alaihi wasallam. En Allah subhanahu wa ta'ala houdt van genade. Want in een hadith is overgeleverd dat Allah subhanahu wa ta'ala gezegd heeft: mijn genade overtreft mijn woede. En ook deze hadith laat duidelijk zien dat wij als moslims hier een voorbeeld aan moeten nemen. En dat wij in het dagelijkse leven genadig moeten zijn. En een ander hadith is overgeleverd: jullie geloven niet totdat jullie genade kennen. En deze hadith spreekt voor zich en behoeft geen verdere uitleg. Dus wees genadig in het algemeen. Maar wat zegt de islam over degene die niet genadig is en geen genade vertoont? En allereerst is het natuurlijk zo dat men zaait wat men oogst. En kan degene die hardvochtig is ten opzichte van anderen en geen emoties toont bij het zien van het lijden van anderen genade verwachten van anderen? En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft in een hadith duidelijk verwoord: wie geen genade toont, zal geen genade van Allah subhanahu wa ta'ala ontvangen. En deze hadith is een bevestiging van het feit dat degene die deugdzaam geweest is, de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala zal ontvangen. En verder was de profeet, vrede zij met hem, gewoon om in zijn omgang met de mensen ervoor te kiezen om het de mensen zo makkelijk mogelijk te maken. En is het niet zo
dat als jij genade vertoont tegenover dieren, dat zelfs deze dieren als beloning van jou zullen houden. Dus als een dier al zo reageert op genade, hoe reageert een mens dan op genade? En hoe zal het vergaan met de mensen die ten koste van alles en iedereen aan de macht willen blijven, zoals we nu zien in de islamitische landen, bijvoorbeeld in Syrië de doden, 30.000 doden. Maar ook wij zullen ondervraagd worden voor wat wij voor hen gedaan hebben. Hebben wij hen geholpen? En hebben wij smeekbeden voor hun verricht? En een gelovige moet op zijn minst triestheid en verdriet in zijn hart hebben ten opzichte van wat hij ziet, wat er in deze landen gebeurt. En wij stellen hier dat er oprecht genade zou moeten zijn in de islamitische wereld ten opzichte van elkaar. Dat als er genade zou zijn, dat deze problemen de wereld uitgeholpen zouden worden. Want immers de rijke, rechtvaardige zou de arme onderdrukken geholpen hebben om zijn situatie te verbeteren. Maar helaas, de genade is verdwenen uit de vele harten, terwijl de islam hier nadrukkelijk op wijst. En stel jezelf daarom ook de volgende vraag: hoe is het eigenlijk met mijn eigen genade gesteld ten opzichte van anderen? En beweegt mijn hart, of verscheurt mijn hart bij het zien van al dit onrecht? En naast algemene genade en barmhartigheid moet je zelf ook de vraag stellen hoe het gesteld is met jouw barmhartigheid in je eigen gezin, ten opzichte van je eigen ouders, ten opzichte van je echtgenoot of echtgenote en je eigen kinderen. En hadith is bekend van een metgezel die veel kinderen had, waarbij het zien dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zijn kleinkinderen omhelsde zei: ik heb nog nooit een van mijn kinderen omhelst. En waarop de profeet zei: wie geen genade geeft, kan geen genade ontvangen. Dus o Allah, zorg ervoor dat wij genadig zullen zijn. En beste broeder en zuster, als laatst, wees genadig in het algemeen. Dus dat betekent, wees ook genadig ten opzichte van de zondige persoon of de ongelovige, want ook zij hebben recht op jouw genade. En als laatst heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam geadviseerd: wil je een zacht hart en wil dat je hart zich beweegt naar anderen, zorg dan voor de wees. Strijk over zijn haar en veeg zijn tranen weg en voed hem. Dan zul je een zacht hart krijgen. En als laatste willen wij jullie erop wijzen dat deze vrijdag de laatste vrijdag is van de maand en dat wij zometeen geld zullen gaan inzamelen voor de moskee. يعنيك العادة هذا آخر جمعة وإن شاء الله غادي نقفوا نجمع التبرعات للمسجد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا وسدوا الخلل وتراصوا. استووا استووا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم بارك على محمد وعلى كما عرفت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يا أخواننا عند الباب موجود سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باللغة الهولندية. هذه السيرة بجهود يعني شخصية من بعض الإخوة يعني تبرعوا ببعض المال وصورنا هذه السيرة النبوية، وعلى أساس أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في أوراق قليلة ويوزعها الإنسان، ولكن حذاري احنا ما نوزعوش فيها كادوتشا تأخذها تحطها في الدار ديالك، لا يا أخويا، هذه احنا حطيناها هنا علشان تاخذها انت تعطيها لواحد هولندي ماشي مسلم، فهمها، مش تاخذها وترميها في الطوموبيل ديالك تحسبها فولدر ديال الدعايه ديال البيتزا، لا يا اخويا. هذه سيره النبي عليه الصلاه والسلام، شويه ناس مساكين في المسجد جمعوا شيء حاجه بسيطه وصوروها وجابوها، وحاجه يعني بدائيه، لكن المفروض لو كانكم فعلا عندكم الغيره على رسولكم صلى الله عليه وسلم وكتحبوا بزاف، الجمعة القادمة تجمعوا شي حاجة مزيانة ونعملوا شي يعني الكتب ديال السيرة النبوية معناها مطبوعين بشكل لائق، ونعملهم في واحد الكيس يعني كادوا حاجة مزيانة وتحط معها شي قطعة مسك ولا شي حاجة تكون لائقة، ثم بعد ذلك نعملوا شي دعوة للهولنديين والله اللي عنده مثلا في الفابريك دياله يشتغل معاهم ولا آخره، ثم نقسموها بهذه الطريقة، لأن المقصود هو إعطاء الهولندي من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتوا؟ وهذا الشيء الآن موجود على الطاولة، والإخوة اللي يريد يأخذ من هذه السيرة النبوية شيء واحدة اثنين ثلاثة، لكن يعطيهم للهولنديين غير المسلمين. بارك الله فيكم، السلام عليكم.